مع مستر هشام ومنهج الصف الخامس الابتدائي. النهارده شرح الوحده على الوايت بورد، لاني ما شرحت على الورق. معظم الطلاب كان يعني بعتوا لي رسائل يا مستر اشرح على الوايت بورد، فان شاء الله شرح الوحده على الوايت بورد. وحده النهارده عنوانها Around the house. Around the house حول المنزل او الالتفاف حول المنزل. Around يعني حول او الالتفاف حول. Around the house. والان مع اهم الكلمات. طبعا النهارده الدرس بنتكلم على اهم الكلمات، وبنتكلم على زمانين في الوحده دي، على زمن الماضي البسيط وعلى زمن المضارع المستمر. ومطلب حد بادب اقول ايه؟ والان مع اهم الكلمات. Around. Around حول. Let me. Let me دعني. Allow. Allow يسمح. Help. Help يساعد. ولو حطينا علامة التعجب معناها النجدة. Be careful. Be careful. Be careful. كن حذر او حريص. Heavy. Heavy يعني ثقيل. عكسها light. خفيف. No problem. No problem. مفيش مشكلة. Strong. Strong قوي. عكسها weak. Weak ضعيف. I think so. I think so. أعتقد ذلك. Watch out. Watch out. احترس. Be back. Be back. يعود. Make the bed. Make the bed. يرتب السرير. Sweep the floor. Sweep the floor. يكنس الأرضية. Take out. Take out يخرج. Close. Close يعني ملابس. Take ماضيها talk. Take talk يأخذ أخذ. Dust. Dust تراب. Great. Great يحيي. Great في فرق بين great و greet. Greet يحيي. Great عظيم. الثانية من A. G-R-E-A-T. The great man رب العظيم. لكن greet يحيي. Invite يدعو. Plant يزرع أو نبات. Count يعد. Flood الأو منتهى. Flood يعني فيضان. كده انتهينا من أهم الكلمات في الوحدة الثالثة للصف الخامس ابتدائي. والآن مع أهم القواعد. لما أقول let me دعني، واحد عاوز يساعد حد، let me help you دعني أساعدك. Let me help you دعني أساعدك. في الإجابة I think so. Thank you. Let me help you. رد عليه Thank you شكرا. Let me help you. Thank you. إما أقول له Thank you or Thanks. يبقى Let me help you دعني أساعدك. إجابة thank you or thanks. واحد بيسأل واحد يقول له are you okay؟ هل أنت بخير؟ Are you okay؟ هل أنت بخير؟ يقول I think so. نعم أنا بخير. افرض تعبان وعنده حالة تعبانة. I don't think so. إذا هنا لما أقول let me help you بطلب من واحد ان انا اساعده، اقدم له مساعده. التاني هيشكرني ويقول لي ثانكس شكرا او ثانك يو شكرا. عاوز اخباره عامل ايه؟ اقول له ار يو اوكي؟ هل انت بخير؟ طبعا ممكن يقول لي يس اي ام فاين. ممكن نقول هنا اي ثانك سو انا بخير. اما اقول اي دونت ثانك سو انا مش بخير. بعد كده بنتكلم على الماضي البسيط، وانا قلت قبل كده كل الازمنه مشروحه بالتفصيل في فيديوهات. مضارع بسيط، ماضي بسيط، مضارع مستمر. الوقت النهارده بتتكلم عن الماضي البسيط باست سيمبل تنس. الماضي البسيط بيعبر عن حدث تم في الماضي وانتهى. حدث تم في الماضي وانتهى. لما اقول اي بلايد يسترداي، اي بلايد انتهى خلاص. لما اقول اي واتشد فيلم، انا اتفرجت على الفيلم. I saw the lion. سي ماضيها سو، فسو رأيت، يبقى كلام في الماضي. قلنا الماضي بسيط ينقسم لافعال منتظمه وافعال غير منتظمه.
الفعل المنتظم دي اي دي اي اي دي، الفعل الشاذ بيتحول زي ما هو، يعني سي سو سي، باي بوت بوت، بوت بوت بوت، يبقى الفعل يتحول زي ما هو. لكن الفعل المنتظم قول بلاي بلايد ضفناها اي دي، لما اقول واتش واتشد اخرها اي دي، لما اقول ستادي ستادد اخرها اي اي دي، يبقى فعل منتظم دي اي دي اي اي دي، الفعل الشاذ بيتحفظ زي ما هو. في الماضي البسيط بنسال بديد بديد او ووز او وير، مثال اهو ديد سبجكت الفاعل فيرب ونكمل الجمله. ديد يو كام ايرلي يسترداي، هل انت اتيت امبارح مبكرا؟ طبعا ديد معناها هل، بجاوب عليها بيس او نو. يس واليو تحول اي، يبقى يس اي ديد. عاوز اخد بسيط برضه بسال بوز او وير، معناهم هل، طبعا بوز مع المفرد وير مع الجمع، بعد كده السبجكت واكمل الجمله. اما اقول بوز مونا ات هوم، هل مونا كانت في البيت؟ يبقى الجواب عليها بيس، وعشان مونا بنت قلنا شي، لو ولد قول هي، يبقى يس شي ووز. بنقول عملنا عمليه المقص، يبقى جبنا يس ومكان مونا حطينا شي وجبنا ووز، بنسميها عمليه المقص. يبقى كده انتهينا من الماضي البسيط وبننفي ديدنت، يعني ديدنا فيها ديدنت. النهارده هنتكلم برضه عن المضارع المستمر. المضارع المستمر بيتكون من ام واز وار فيرب اي ان جي، ام از ار فيرب زائد اي ان جي. المضارع المستمر بيعبر عن ايه؟ حدث يحدث الان وما زال يحدث. لما اقول اي ام سبيكينج انجلش، اي ام سبيكينج انجلش ناو، انا اتحدث اللغه الانجليزيه الان. We are talking this now. نحن نأخذ درس الآن. يبقى المضارع المستمر يعبر عن حدث يحدث الآن وما زال يحدث. يبقى الـ I بيجي معها am. I am. الـ is بيجي مع الـ he والـ she والـ it is. أي is مفرد. أحمد is. مونا is. الجمع مع we و they و you مع all. يبقى بيتكون من am و is و are. لكن are مع الجمع. We are. مونا and أحمد are. يبقى هنا الار مع الجمع، بعد كده الفيرب زائد اي ان جي. مثال هي از سبيكينج انجلش، هو يتحدث اللغه الانجليزيه، جبنا هي وبعد كده از والفيرب اللي في اي ان جي. عاوز اخليها سؤال بعكس، يبقى از هي سبيكينج انجلش، از هي سبيكينج انجلش. طبعا بنجاوب عليها بيس او ايه او نو. يبقى الام والاز والار لو جم في السؤال معناهم هل، بجاوب عليهم بيس او نو. Yes, he is. افرض مفيش ويس ونو، اسال وات از للمفرد، وات ار للجمع، وبعد كده بجيب السبجكت والفيرب زائد اي ان جي. لما اقول واحد وات ار يو دوينج، ماذا تفعل؟ وات ار يو دوينج، اقول اي ام ستادينج، اي ام بلينج. يبقى كده انتهينا من المضارع المستمر والماضي البسيط واهم الكلمات. النهارده باختصار خدنا قاعده ليت ليت مي، وبعد كده خدنا ار يو اوكي، وخدنا الماضي البسيط بنسال بديد او ووز او وير، وخدنا النفي ديدنت، اتكلمنا عن مضارع مستمر ام واز وار فيرب زائد اي ان جي، وقلنا لو جبنا ام او از او ار في الاول وبعد كده فاعل معناهم هل، بجاوب عليهم بيس او نو. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وباذن الله تتم المشاركه عليه. سي يو سون وذ مستر هشام.